بجد الكلام ده يا أمه؟ اسألي أي حد من اللي كانوا حاضرين. أول أنا ما صوت راح جاري من على الكوشة وساب البيت لوحدها وشاي يجيب ألوان الطيف، وفضل سهران جنبي طول الليل ومرضيش يروح غير لما يطمن عليكي ويشوفك خفيتي ولا لا. مشي وش الفجر أحسن عشان تعرف إن أنا كمان غالية عليه. أيوة بس ما تنسيش إن دي بقت مراته إن كنت ناسية. أفكر صباحين بركة عليك. في ايه يا كن؟ في ايه؟ اللي في ايه؟ جاي اوجب معاك نهار صباحيتك. جايب لك كيس تفاح امريكاني وكيس موز برازيلي يستاهلوا بقك وبق العروسة. هي في العروسة؟ انتوا لسه نايمين؟ امال ايه يا كن؟ الساعة 8 ونص طبعا لسه نايمين. انت ما كنتش كده؟ انت عبوز ولا ايه سيستم؟ ده انت طول عمرك نشيط وبتنزل السوق بدري. امسك يا اخويا. ايه ده مش عاجبينك؟ ده امريكاني وبرازيلي. امسك الامريكاني والبرازيلي وجب مع مراتك وعيالك. يلا اخويا يلا. استنى بس استنى، مش اما نشرب كوبايتين شاي مع بعض ونحكي وبعدين ننزل نصلي الجمعه سوا. لسه بدري على صلاه الجمعه، والجامع اللي انا بصلي فيه غير الجامع اللي انت بتصلي فيه. جري ابو نسب في ايه؟ وكلمه ابو نسب دي تشيلها من على لسانك الزفر. انا اسمي سعيد ابو المكارم، سعيد سيستم، مفيش مانع. غير كده مفيش. فاهم ولا عيد تاني؟ لا فاهم يا سيدي. خلاص ما دامك فاهم قدامك دقيقة واحدة وتسيب هنا ماشي؟ لو خرجت من الباب ده ولقيتك لسه هنا همسح بيك بير السلم. مفهوم ولا عيد تاني؟ يا عم خلاص خلي بير السلم على حاله. ايه؟ سلام عليكم. معلش يا ابني ما تعكرش دمك. هو متعكر خلقه. صباح الخير يا نجا. ماله الكن؟ مفيش، جاي زيارة وجايب معاه شوية فاكهة. والله الرجالة فيهم خير مش زي ما بيقولوا. أنا عارف إن أنا غلطت يا نوبة. إيه؟ غلط؟ أنت بتسمي اللي عملته فيا ده غلط؟ مجرد غلط؟ لما تبوظ لي أهم ليلة في حياتي، الليلة اللي بتحلم بيها كل بنت، شكلي يبقى وحش وصرتي على كل انسان في بورسعيد. ده مجرد غلط. لما تجري على طليقتك وتنسى مراتك
ولا كأن في بهيمه قاعده جنبك في الكوشه. ده مجرد غلط. لما بدل ما اطلع شقتي بزفه مزيكا هطلع بزفه التلميحات والنظرات. ده مجرد غلط. مش ناقص بقى غير تطبطب عليا وتقولي معلش مش هتتكرر تاني. حرام عليك. روح يا اخي، روح منك لله، الهي اللي اني شفته تشوف. ليكي حق يا نوجة تسمعيني اكتر من كده. ليكي حق حتى ما تطقيش تبصي في وشي. انا مش هدافع عن نفسي لاني مش هلاقي كلام يسعفني ابرر واتاسف. انا عاوزك تعرفي بس ان اللي حصل ده مش عشان هي قطم يعني بالذات، ده اللي حصل لها لو حصل لامي ولا لخالتي ولا لاي حد انا هعمل نفس الحاجه. سعيد، اني هسالك سؤال هيريحني ويريحك. انت لسه بتحبها؟ في ايه يا نونجا؟ دي قطم بنت خالتي وام عيالي وبس. انت ما جاوبتنيش يا سعيد. اني عايزه اجابه بقى او لا. لا انا ما بحبهاش. خلاص، ده انا لو كنت بحبها ده انا كنت رديتها من زمان، ما كنتش اخترتك انت. يعني بتحبني؟ طبعا بحبك يا نونجا، وانا محضر لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ هاخدك ونروح فايد اسبوع نهرب من وجع الدماغ ده كله. اني مستاهلش انك تبهدلني يا سعيد. اني اتعذبت في حياتي قوي، ونفسي ابدا معاك من الاول. وانا مرضلكيش البهدله يا نوجة. انت بايدي بتخصيني، مراتي وغالي عليا قوي. مالك يا قروبة؟ مسافرين مش كده؟ كده في مانع ولا حاجة؟ طب ما تفطروا معانا قبل ما تنزلوا. لا يا أم، مالوش لزوم، خلينا نلحق الطريق. طب ما تاخدونا معاكم. عادي يا بنت، يلا تعالي خش انت واخوكي على اوضتكم. يلا يا سفر. خلي بالك منهم يا أم، هما لسه زعلانين. ما هم برضو معذورين يا سعيد. معلش يا أم، احنا مش هنعوض، اسبوع بالكتير ان شاء الله. تروحوا وتيجوا بالسلامة. الله يسلمك يا أم. مع السلامة يا خالتي. مع السلامة يا بنتي، توصلوا بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خلي بالكم الطريق. على مهلك يا قطة. على مهلك يا حبيبتي. ها مسك مسك. ها ها، خليك يا سلام. بسم الله عليك. نورت البيت. ها، ازيك يا خالتي؟ على فين العزمه يا سيستيمو؟ انت والمدام ايه، مسافرين ولا ايه؟ يومين كده نغير جو. شهر عسل يعني. ماشية معاك يا سيستم وبقلاوة. يلا يا بت. كنتوا معايا في الفرح امبارح وشفتوا بنفسكم. وماما
بابا مشي وسابع عيانة كده، مش حرام عليه؟ ماما بخير يا حبيبي، والنهاردة إن شاء الله هترجع بيتها. عايزين نروح لها. أيوة أنا عايزة أشوفها. أنا أوعدكم أخدكم تشوفوها، بس على شرط تخلصوا الأكل كله. حاضر. قلتلي اسمك ايه يا ياض؟ شريف. الله، بص بقى يا عم شريف، انا هخليك حاجه تانية، هفتح لك المغاره زي ما فتحتها لغيرك قبل كده. مغاره ايه؟ مغاره علي بابا، هدوم، لبس، فلوس، نومه حلوه. احمدك يا رب. فوق يا عم، انت بتحلم. هتشوف المايه تكدب التومه. ماشي وريني. طب ورا عمك التومه. سلامتك يا ماما. عارف سلام. اتفضلي يا نيل. يزيد فضلك يا بنتي. انا عاتبة عليكي يا قطم، كان عليكي من ده كله بايه يا بنتي؟ النصيب يا خالتي، نصيب اسود ومهبب بعد عنك. سلامتك يا اختي، الف سلام. والله باين عليكي محسوده. علي حسره، لا شعر اصفر ولا عينيه مكحله. شايفه؟ شايفه البت نفسيتها تعبانه ازاي؟ عشان خاطر ابنك يا عزيزه اللي فرحان بنفسه وبعصفورة الكناريا اللي واخدها عشان يقضي شهر العسل في جمصة. في فايد يا نينا، في فايد. انا عارفة بقى. خلاص بقى يا أمينة، ما منوش لازمة الكلام ده دلوقت، المهم انها قامت بالسلامة. ملوش لازمة يعني ايه؟ ده له لازمة ونص وتلات اربع كمان. يعني دي لو كانت بنتك كنت تردلها بالحال المايل ده؟ يا ندامة، ما هي بنتي برضو يا أمينة. خلاص يا أمه، خالتي عندها حق، ما عادش ينفع. خلاص، المهم كل واحد فينا يعرف مصلحته فين. ماشي، يعني أنا أحط بقى جزمة قديمة في بقي وأسكت. بس قبل ما أسكت بقى لازم أفهمك، اللي يبيعك بيعيه ولو ببلاش وأنت الكسبانة. طيب نفوتكم بعافية بقى، إحنا قلنا نطمن على قطم لكن طلعت تعبانة وعايزة تستريح. انتي كمان يا أمينة استريحي لك يا اختي شوية. أمينة مستريحة يا حبيبتي ومش محتاجة حاجة. يلا يا صفاء، سيبيهم يا خالتي معايا شوية، لما توقفي كده وتصلبي طولك أبقى نزلهم لك. بحق، هو الدكتور كتب لك على ايه؟ احنا بعتنا عزام يجيب الروشتة. طب لما يرجع طلعيها لي عشان ابص لك عليها واقرا النشرة الداخلية، لا يكون في أعراض جانبية ولا حاجة. حاضر يا دكتورة. سلام يا ماما. سلام يا ماما. سلام يا اللي واخد عقلك هيكون مين غيرك يا قمر؟ وعايزنا صدقك؟ ما خلاص اتكشفت على حقيقتك. الله، اللي هي ايه بقى؟ اني كنت فاكراك يعني انك بتعرف تتكلم وهتاكل بعقلي حلاوه. ده انا خايف افتح بقي يطلع منه الكلام قديم بتاع شكري سرحان ولا رشدي أباظة الله يرحمهم. بدل ما اكل بعقلك حلاوة أبقى أنا اللي حلاوة واتاكل أوانطة. أهو أحسن برضو. ما افتكر يعني إنك بتفكر في طليقتك مثلا.
ليه السيرة دي يا نور؟ ما كنا حلوين. خلاص يبقى قولي كنت سرحان في ايه؟ بصراحة ايوه انا كنت بفكر بالشغل، بالعيال، يعني بالحياة دي كلها. بالحياة كلها ما عدا نوجة. ازاي؟ دي نوجة اولها واخرها. انا مش مصدقاك. بص يا نوجة، انا ساعات بسأل نفسي انت هتكوني مبسوطة معايا ولا استعجلتي وبعدين هتندمي؟ بعيد عن ليلة الدخلة، انت اكتر من اللي انا بحلم بيه يا سعيد. يعني ايه اكتر؟ يعني ما كنت بشوفك في السوق ولا تيجي البيت للكن تديله على دماغه مع انه اخويا يعني، انما كنت بخاف احلم ان انت تبقى ليه الدرجة دي. يوه، واكتر شويتين 13. صباح الخير والسعادة يا عم سلطان. يا ابو نسف يشرف اجعص جعيس في شارع الجعيس. يا اغلى الحبايب وسكر ودايب، يا حلو انت يا عمي. انت عايز ايه يالا؟ مش في الاول تقول لي اتفضل، او ما اقول لك مش شكر يا عمي، تقول لي تشرب ايه يالا؟ كان اقول لك شاي تقيل سكر كتير يا عمي. يا عم الدبل، ايه لحكايه عمي؟ عمي دي ايه؟ لبانه؟ معاش اللي يعملك لبانه يا سيدي المعلمين. اسمع ما اقول لك، احنا لسه الصبح، لسه ما استفتحناش، تحب اغير رأيي عليك؟ ان شاء الله استفتحك قشطه ويومك نادي يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا لك، انت عايز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا قلت يعني العريس زي ما انتوا دلوقتي هايس، واحنا خلاص بقينا نسايب وقرايب، قلت اجي لعم الحاج سلطان اقف معاه في الشغل دراعه اليمين، واما يرجع العريس اهو ابقى دراعه الشمال، مش اشكال يعني. انا برضو زي ابنك يا حاج. اسمع يا هلا، انا مش هرد عليك بلساني. امال ازاي يا حاج؟ يا جدعان في ايه؟ لا 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 باجد قلب حاج. اسمع يا هلا، بطل هادي انت وهو هلا. اسمع ما اقول لك، انا سمحت لك يا هلا تدخل السوق وتفتح دكانتك تاني، لكن حسك عينك رجلك تيجي هنا اهو ناحيه الوكاله انا هقطعها لك، وهقطعها لك بايدي دي. يا معلم ما يبقاش خلقك ضيق كده، اول واحد ما يعرفش يتفك معاك بكلمتين. انجر يالا من هنا. ايه يا اخوانا؟ ايه ما كل واحد يبص قدامه. الله، عمركم ما شفتوا واحد واقع على الارض ولا اوعى يا جدع انت وهو اوعى. ما كانش يقولك يا كان. والكم ده نشتري بضاعة، والكم ده نجدد بالدكان، والكم ده نعينه في البنك عشان مستقبل العيال، وده لنوجة ما هي صاحبة الفلوس برضه. الحكاية دي مش هتنفع، يخرب بنت حكاية بلاها نوجة. أكان الغدا هيبرد. أكان قلت لأهلك مش أكل، وما تقليش مزاجي وأنا برسم. بترسم إيه يا كان؟ ده نشتري به بضاعة مستوردة، وده نجيب به بضاعة محلي، ودول نشيلهم للزمن. زمن إيه؟ دول حتى ما ينفعوش لزمن حاتم زهراء. لساك بترسم يا كان؟ غوري من وشي، الحكاية بايظة خالص. حكاية ايه؟ انت مال اللي جايبينك؟ ما تتحجريش في الملكيش فيه.
نخطط تاني من الاول. طب لو عناهم كلهم في البنك وديعة على حساب جري يعني يطلعوا فايدة قد ايه؟ ولا حاجة. يبقى ضحك عليا السعيد وعمه واكلوني الاونطة. كان لازم اطلب منهم مهر قد كده مرتين. احنا بنبيع بطاطا. اكان افتح الباب يا كان. عارفه لو ما قلتيش من وش السعادة هعمل فيك ايه؟ واني مالي يا اخويا؟ ده حد عايزك بر. حد مين؟ واني عارفه بيقول اسمه القرش. القرش عجل يا كان. الجدع واقف بر. خربت حكايه. ايه كان؟ انت فتحت له كده يا بيت؟ مالي كده بتغير عليا كان؟ غوره لما تشتالك اوعي. ترى خباهم فين النبادي؟ اهلا اهلا يا معلم قرش. اهلا معلم كان. معلم اول مره تقول لي معلم. انت جاي تشتغل عليا؟ اشتغل عليك ده ايه؟ انت معلم ومعلم كبير قوي كمان. في ايه يا قرش؟ انت كده لبختني. فهمني. خلاص تعال معايا وانا فهمك. اجي ما اجيش ليه؟ قلت ايه يا كان؟ ولا اقول لك يا معلم من دلوقتي؟ يعني انت سايب حالك ومحتالك وجاي عشان تعمل نمر عليا يا عم القرش؟ احنا مش في سيرك يا كان عشان اتنمر عليك ولا اعمل لك فقره الساحر. لا هي كلمه رد غطاها. موافق على اللي قلته لك ولا لا؟ اوافق على ايه بس؟ انا مش فاهم حاجه عشان اتنيل على عيل اللي نفضوني واقول اه او لا. يخرب بيت حكايه. ما هي كمان مش كيمياء. واحد زائد واحد يساوي اتنين. عايزينك تشغل لنا قرشين في السوق. صعبه دي؟ طب اديني عقلك وامشي انت حافي. اشمعنى انا يعني اللي عايز انت تعملني معلم؟ اشمعنى انا دون على رجاله السوق كلهم؟ يعني الحق عليا انا كان ان عايز اكبرك في السوق؟ لعلمك بقى بدل الواحد فيه 20. بس انا بقول بقى كفاءة وشطارة وفوق ده كله ثقة. بقولك يا عم القرش ما تخشيلي دغري يا عمنا. وانا هلف وادور عليك ليه يا عم القرش؟ سيبك من الكفاءة والثقة والبقين المرشوش عليهم سكر فانت رفيش دول. خشيلي في الموضوع على طول. هو عشان بس الوضع اختلف بقيت ابو نسب وداخل خارج عليهم بكافي. بأمارة ما الحاج السلطان رماك من جوه الوكالة. يخرب بيت دي حكاية. هو مفيش فولة بتتبل في بق واحد في السوق ابن الهرمة ده؟ اهي دي فرصتك بقى عشان محدش يستوطى حيطك ويستقفاك. ايه بتفكر في ايه؟ هي دي عايزة تفكير؟ بس احنا كده يا عم القرش نبقى دخلنا الغويط قوي. وماله؟ ما انت عويم. ايوه عويم ونص كمان. بس لحد البراميل. بعد البراميل ابقى محتاج بقى عوامه وزعانف. هات من الاخر. عايز تقول ايه؟ لو في كبير اعرفه. انت يا عم القرش على عيني وعلى راسي من فوق. انما انا اللي في وش الاربوجيه. والمصايب ما بتجيش غير على دماغ اللي خلفه اهلي. بقى الحكايه كده. وابوها وعمها وخالتها واختها كمان. معلش يا عم القرش. المثل بيقول لك حرص ولا تخون. طيب تعال معايا كم على فوق. هاخدك معايا للكبير عشان تطمن وتتحيي. يلا روح افتح الباب. يلا استهدي بالله يا قفا مخزي الشيطان. نعم يا خالتي. فهميني ناوية على ايه؟ مش محتاجة مفهومية. عيالي وعايزاهم يمشوا معايا. وما فيش قوة في الأرض هتمنعني عنهم. كل شيء بالاتفاق والهداوة. ايه؟ اتفاق؟ الاتفاق اللي كنت متفقة مع ابنك زمان. خليه يلحسه. ولا اقولك خليه يملوا في مية ويعبيها في ازايز. وكل ما يعطش يشرب ويقربع. ايه اللي جد بس خلاكي تقولي كده؟
ايه اللي جبت؟ انت عايزه تجننيني يا خالتي ولا ايه؟ انت ما كنتش موجوده امبارح والنصبه منصوبه تحت؟ ابن الجاب لعيالي مرات اب؟ عايزه استنى ايه تاني؟ ها؟ استنى ايه تاني؟ ما تزعليش مني بقى، مش هو اللي ابتدى يا بنت اختي. ليكي حق، قطمي فيا انت كمان، انا اللي غلطانه من الاول يا خالتي. بس لازم بقى تعرفي ان انا دلوقتي عازبه وابنك هو اللي متجوز، يعني العيال دول من حقي وانا هعرف اجيبهم منه ازاي لو هو مرضاش. ما تولعهاش نار يا قطم. هي ايده ايده، خليها بعد ما نار جهنم. يلا بنت يلا. طول عمري بحلم يبقى عندي ست عيال. يا قوي نص دست مره واحده. ايوه اصلا بحب العيال الصغيرين قوي. ما انا شفتك مع صفوان وصفاء لكني كان عندي عيلين وبقوم ثلاثة. يعني مش خايف لعمل عليهم مرات اب؟ ليه هو حد هيسيبك؟ بصينا انا اول حاجة واهم حاجة في حياتي هما صفوان وصفاء، تزعليش مني يعني. ربنا يخليهم لك وتخويهم بست عيال، ولا اقول لك خليهم خمسة بس عشان خاطر. هو الناس دلوقتي كلهم بيقولوا ايه؟ عيل ولا عيلين كفايه؟ العزوه حلوه يا سي سعيد، ما يغركش يعني انني والكن اتنين. ايه اللي جاب سيره النكد دلوقتي؟ ما احنا كنا كويسين وحلوين. ده انت شكلك بتعزه قوي. ما تزعليش مني يا نوجه، هو اخوك صحيح بس انا يعني اطيق العمى ولا اطيقش سيرته. ما تزعلش منه يا سي سعيد، اهو بيلابط في الدنيا والدنيا بتلابط فيه، يعني هيعمل ايه يعني؟ يلابط زي ما هو عاوز، بس البني ادم اللي عاوز الناس تحترمه لازم يعرف حدوده، وهو ما بيعرفش حدوده، وانا ما احبش ان رجلك تفضل واخده على هناك. فهماني؟ فهمك فهمك يا ابو الخمسه. كده احب خد دول يا كان، عربون محبه مني ليك، انت تستاهل كل خير. يا جاي النبي كل دول عشان ايه؟ عربون محبه بس عشان تعرف ان احنا جد وبنحب الجد والناس الجد. اوعى يكونوا مضروبين. لا ناصح ما تقلقش، دول امريكاني فرز اول، ورق سليم 100%. ودول يطلعوا كام؟ زي ما يطلعوا، احنا مش هنعد وراك، ما بين الخيرين حساب. كلك ذوق، كلك ذوق وانسانيه يا ابو الشهامه. انما بالحق يا عمنا اسم الكريم ايه؟ لا مش مهم. انت كنت عايز تقابل الراجل الكبير ودي اتقابلته، تفرق معاك في ايه بقى؟ قال لي يا عمنا احنا اتقابلنا قبل كده. تفتكر فين؟ ليله الوكاله، بس انت كنت مغطي وشك صح؟ الله ده طلع ناصح بجد يا قرش. ما احنا اتكينا علقه ما كلهاش حمار في مطلع. وانت بقى والقرش فلسعته والدبان الازرق ما عرفلكوش طريق. خلاص بقى اللي فات مات، احنا ولاد النهارده. الفلوس اللي معاك دي يا كان تنظف بيها نفسك، هيبقوا لك زي حصانه وبداية جديدة في السوق، هيرفعوك رفعة كويسة. أنا على كده يا عمنا ها؟ أفتح الدكان من تاني وأرشقه بضاعة فوقني تحتاني. اللي أنت بتبيع إيه في الدكانة دي يا كان؟ كل شيء كان يا عمنا، من الإبرة للصاروخ، بضاعة مسروقة وزي الفل. لا الدكان ده ما بقاش يليق بمقامك يا معلم كان، أنت محتاج لدكان تاني. في محل تاني أحسن وأكبر منظرين لك عليه في السوق برضه، بس احنا اللي هنوضبه وهنفتحه، ما تشغلش بالك انت بالمسائل الصغيرة دي. حلو الكلام ده قوي، بس امتى؟ لسه اتقل شوية. خد دول كمان يا كان. يا عم العالم اللي ماشي يدخل فلوس دي، انا كانوا فين من زمان؟ يخرب بنت حكاية. لا ما هم دول مش ليك يا كان. امال لمين عدم المؤاخذة؟ هقول لك بس صح صح وطرطق لي ودانك. بتحب البحر يا سعيد؟
انا بموت فيه. طب حاسب لحسن انا ممكن اغير. الله، وتغيري ليه يا نوجي؟ بموت فيه اللي ما قلتها لي من يوم ما جينا. في حاجات الواحد مش محتاج يبوح بيها، يعني تبقى محسوسة ومش عايزة كلام. طب افرض أنا عايزة أسمح، أعمل إيه؟ الله، يعني أنت مش حاسة بقيمتك في قلبي يا نوجة؟ إيدي على كتف، حسست؟ بصي يا نوجة، أنا يمكن ما بعرفش أتكلم عن اللي جواه، يعني أنا مش حبيب من بتوع السيمة اللي يعرفوا يقولوا كلام مزوق، بس يعني يعني إيه؟ النعمة اللي حبيتك والنعمة. إيه؟ مبسوطة دلوقتي؟ أديني قلتها؟ تعرف أني حاسة بإيه يا سعيد؟ إيه؟ حاسة إني عايزة أطير. لا، حسبي اللي توقعي. ما انت هتبقى موجود عشان تسندني. والنعمة، والنعمة انا كمان حاسس بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده. طب ما تقولي يا سعيد، قولي على كل اللي جواك. خلاص، خلص الكلام. عيل تايه يا ولاد الحلال، لابس بنطلون ازرق وعنده 11 سنه، وياريت اللي يلاقيه بلغ اهله على رقم تليفون 418-401-3. يا خينا، ما شفتش عيل تايه عنده 11 سنه لابس قميص ابيض معلم في لبني وبنطلون ازرق؟ ها، ما شفتش عيال يا عمنا. شوف مصلحتك يا ابا. عيل تايه يا ولاد الحلال، واللي يلاقيه يا ريت يبلغ اهله على تليفون. يا هبهالة، بدرية حياتي، أنا عارف إن أنا بقالي كتير ما جبتلكش شغل، لكن غصب عني وحياة النعمة المرة دي بقى جايبلك إنما شوية بضاعة من اللي قلبك يحبها. أبا أهو لازم بالليل هتكون البضاعة دي اتحمضت على الآخر. هتضحينا وقت صوتك يخرب بيتك. عشولة يا حسيبة اللي فيهم حاجة وصية خالص، مش زي كل مرة مش لاممهم من ثلث الشوارع. بالراحة، دي حاجة بالرفكس على الآخر. بالراحة يا حاسبة، الله يرضى عنك. عاملة إيه يا قمر أنت؟ ربنا يخليك ليا. قمر، بنت، هتجوزك يا بنت بس بعد ما الحال يتعدل. ربنا جمالي. أنا يا روي، تعالى Ha ha ha!
مفيش فيكي فايدة. يموت الزمار وصباعه بيلعب. مفيش فايدة فيا ليه يا قمر؟ عشان عايزة عيالي يبقوا معايا؟ طول عمرك هتفضلي هبلة. ده بدل ما ترموهم له وتدوخيه بيهم، طالعة تاخديهم علشان تخليله الجو مع السنيورة بتاعته. دول حقي يا قمر، حقي مش هفرط فيه تاني أبدا. خلاص خليكي شايلة الهم على كتافك لحد ما تقعي تحت منه. يا بنت يا بنت شوفي نفسك اتمقدتي قد ايه، ده انت وشك بقى قد اللقمه. شايليني بقى الهم يا امه، ويعرفيني في عيشتي اكتر ما انا عرفانه منها. ويا ريته نافع الا البعيده قبيله. امه نعم. هو انا وشي في حاجه مش الفتره وريني كده يا اختي؟ ان جيت للحق؟ لا. امال هو اتجوز البنت المقشفه اللي فوق دي عليا ليه؟ علشان انت راميه نفسك عليه بالسائل. يا بنت يا بنت تقولي يا جواز وانا اجوزك سلسله. ايه وايه بس؟ اما ايه يا حبيبتي بس؟ انا حاسه اني عليا منفخة. في شكوش عمال يخبط في نفوخي. وريني كده يا اختي. اختي بعد الشر عليكي ابدا، ده انت زي القمر اهو. تعبانه قوي يا ماما، تعبانه قوي. بسم الله عليكي، بسم الله عليكي. طب بس يا حبيبتي، بس بس.